ايوه مين؟ الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب؟ معلش يا استاذه، اصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا انا لوحدي يا استاذه، وممكن تتاكدي بنفسك كمان. وايه ريحه الكمكمه والزناخه اللي ماليه الروف دي؟ ولا دي ريحه النسوان اللي ماما اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ انت كده دايما ظلمان يا رئيسه، واكبر دليل على ظلمك ليا ان الشقه ريحتها معفنه. اشمعنى يا ابن الحلواني؟ اصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. علي انا الكلام ده؟ وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سالت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبت اسمنت. وناس تانية بتقول انه عنده يخت في البحر الاحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط المية ومنه لسمك القرش. وعايزاني اصور بيت الدعارة اللي ناوي يعمله؟ لا انا اسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عمارة ولا انت ناوي تبقي جوه بطن سمكة قرش. احنا ملناش دعوة بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا هبل؟ دي خبطة العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانتي بتقولي ان احنا مش هنقربه؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم. هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين؟ انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعه الحظ بيخدم. مدير الاغذيه والمشروبات في الفندق ده انا اعرفه معرفه شخصيه، وصفحته مش بيضه، يعني هيقول لي تحت امرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب انتي مش بتقولي ان في تفتيش؟ اخش بالكاميرا ازاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفله بـ2 يوم، وهتكون مخفيه في مكان انت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. انت مجنون، انت بتعمل ايه؟ ارفع عنك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل اللي كنا فاكرينه طيب وبتاع ربنا طلع مفتري. ما تستعجليش في الظلم يا سميحة، جايز ابنه الظابط عمل اللي عمله من غير علم ابوه. يا راجل انت ما تفرسنيش اكتر ما انا مفروسة. في ابن هيعمل حاجة من غير موافقة ابوه؟ ايوه سميحة، لما يبقى ظابط. وهو يعني ابني كان بيسمع كلام ابوه؟ مش حال بقى ابن الحاج محروس اللي هو ظابط. انت ساكت ليه يا احمد؟ سبته كده يكسر في العربيه وانت واقف تتفرج؟ انا كونت على قد ما اقدر يا تغريد. الراجل كان معاه بلطه وكان كل همه اللي هو يكسر العربيه، وبعدين اخد عربيته وطار. قضى اخف من قضى يا ابني. اللي اتكسر ممكن يتصلح، البني ادم لا. كويس ان مفيش حاجه جت فيك. لكن انت يا احمد يا ابني اتاكدت ان هو الراجل اللي جه عندنا هنا البيت مع الضابط؟ وانا هتوه عنه ازاي يا عم ربيع؟ وانا كنت بشوفه في الدخله والخارجه، وبعدين انا وصفته في الاسم وصف كامل. خدت نمره العربيه؟ وانا كنت فيه ولا فيها تغريد. طب الاسم قالك انه هيعمل حاجه؟ ما اظنش. سالوني بتتهم مين اللي كسر العربيه؟ قلت لهم الراجل اللي مع حضره الضابط، كان بيجي لصاحب العربيه في البيت. قال لي اسمه ايه الضابط ده؟ قلت له ما اعرفش. قال لي روح يا شاطر، لما تعرف اسم الضابط يبقى تعالى اعمل محضر. روح معاه يا ربيع. لا مش هروح، انا هروح للحاج محروس وهتكلم معاه راجل لراجل. ولازم يدفع تعويض يابا. قبل التعويض العربيه هنسيبها على الحال ده؟ ده عايزها لها شغل 2 يوم لحد لما نجيب نجار ونجيب حد ياخد مقاس الازاز المكسور ده كمان. يعني فيها قطع رزق. ربنا على المفتري والظالم. منك لله يا محروس يا بلتاجي، اشوف فيك يوم. صباح الخير يا فندم، بعد اذنك الشنطه. لا 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 مفيش داعي،
أمال الأنسة هند فين؟ هي لسه ما وصلتش. إيه ده معقولة؟ ده إحنا بقينا بعد 12. يمكن حصل لها ظرف طارئ أو حاجة. طب ما اتكلمتش في التليفون؟ كنت قلت لسيادتك على طول. ألو خير يا هند؟ في إيه؟ أيوه إيه اللي حصل يعني خليك اتأخري في النوم؟ المهم الأول أنت كويسة؟ طب الحمد لله. حرام عليك يا شيخة وقعت قلبي. قولي بقى أنا سامعك. أعرفها طبعا. إيه المكان الغريب ده يا هند اللي عايزة تقابلني فيه؟ هو إحنا عيال؟ طيب خلاص خلاص يا ستي خلاص. طيب الساعة 3 يناسبك؟ ماشي يا ستي. ايه في ايه تاني؟ ماشي يا ستي مش هلبس لك رسم، هلبس لك لبس المراجيح. مع السلامة. اسمعوني يا بهايم، ربنا اراد لهم يتكلموا لغة البني ادمين. الرئيسة امبارح وهي بتتفرج على التلفزيون مع نفسها كده كان في برنامج شغال. البرنامج ده كان بيتكلم عن مشكلة التسول وأطفال الشوارع، وإن السيدة الأولى في مصر. عارفين مين هي السيدة الأولى ولا أنا بكلم الكراسي ولا إيه؟ الرئيسة أصيلة هاني. لا مش أنا، واحدة تانية موكوسة. يا حضرات البهايم، السيدة الأولى يعني حرم رئيس الجمهورية، وأنها سوف تتولى الأمر بنفسها للحفاظ على براءة الطفولة والقضاء على مشكلة التسول المؤسفة. ثلاثة بالله العظيم مؤسفة، ايه المناظر دي؟ تمام كده يا رئيسة؟ يا اخويا كمل خطابك، حد بيفهم حاجة؟ هذه السيدة إن قالت فعلت. تمام كده يا رئيسة؟ اختي رجب قلت لك كمل يا رجب. تمام. هي شديدة قوي كده يا رئيسة؟ إلا شديدة يا بنت عفاف، دي ولية قوية، كلمتها بتمشي على أتخن شنب فيك يا بلد. ودي ملهاش سكة يا رئيسة. سكة الندامة يا سي قطب، السكة قال. أنا مش هممني بقى هي تفكر في إيه ولا تقول إيه ولا عايزة تعمل إيه. هما كلهم زي بعض، يتكلموا عن طفولة الشوارع والعشوائيات والكلام ده، ومحدش بيعمل لنا حاجة، فلازم إحنا نعمل لنفسنا حاجة. بقول لك يا رجب أنا اتخنقت، ما تكمل لما أنا مرسياك على الدور. قول لهم أنا خايفة من إيه؟ في البرنامج اللي كانت بتتفرج عليه الرئيسة امبارح كان في واحد مثقف كده وعنده شوية معلومات. الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول ان التسول اصبح بالاكراه والعنف، وان المتسولين اصبحوا وحوش ضارية تأكل في البني ادمين في الشوارع. تمام كده يا رئيسة؟ تمام يا رجب.